إن العودة إلى الأوضاع الطبيعية يتطلب أن نكون جميعاً على قدر عال من المسؤولية والاهتمام. حياكم الله. ارتفعت الحالات النشطة، ارتفعت الوفيات، قل المتعافين، تخطينا حاجز 100,000 إصابة بفيروس كورونا، مما دفعنا نحن في صحيفة اليوم للنزول إلى الميدان وسؤال البعض: هل نحن مطبقون للإجراءات الوقائية؟ هل عدنا بحذر أم أن هناك مستهترين؟ تابعونا في هذه التغطية. بعض المساجد أنا دخلتها ومنها مسجد عندنا في الدوام مطبقين النظام وتباعد وحاطين خطوط متباعدة بين كل مصلي ومصلي، وبعض المحلات نعم بعض المحلات تطبق النظام عند يعني إذا دخلنا مجمع أو شيء يأخذون منك قياس الحرارة، ولازم تعقم يدك قبل تدخل أو تلمس شيء قبل تدخل مكان، لازم تكون يدك معقمة أمورك زينة. لا يعني نتكاتف كلنا جميعا وإن شاء الله نطبق اللي يرضي الدولة إن شاء الله، ويكون يعني عند حسن ظنهم والله يحمينا ويحمي الجميع إن شاء الله من هذا الوباء. الحمد لله ملتزمين، الأغلبية ملتزمين، هو لا شك في نسبة بسيطة جدا تعتبر غير ملتزمة بالنسبة للإجراءات الوقائية اللي هو الجلوفز أو الماسك. الأغلب مثل ما انت شايف إن شاء الله أنهم ملتزمين. سبحان الله الناس صاروا ملتزمين بشكل أكبر من بداية الجائحة كورونا، والحمد لله إن شاء الله نتجاوز هذه المشكلة وهذه الجائحة بإذن الله على خير. الفرد هو الخط الأول، يعني هو الخط الأول، فالإجراء هو اللي يبعد المرض، هو اللي يبعد أي شيء. راح أنصحه و خليه يلتزم بالإجراءات اللي حطتها لنا الدولة، من تباعد، من لبس غلافزات، من ماسكات، ونقول إن شاء الله أن فترة إن شاء الله وتعدي بإذن الله. التزامنا معا سنصل إلى بر الأمان. من القلب الله يحفظكم.